خلينا نقول الاول احنا لما بناكل نبلع الاكل ينزل في القناه اول قناه اللي هي المريء دي انبوبه ينزل منها الاكل بيصل الى المعده الطبيعي ان في صمام باب ما بين المريء والمعده الباب ده اول ما الاكل بينزل المفروض يتقفل العضله تنقبض وتتقفل اللي في المعده ما يطلعش تاني لفوق لو العضله دي ضعيفه او اسباب مرضيه خلتها تبقى ضعيفه الحمض اللي في المعده اللي هي ماده زي حارقه يعني ماده حارقه لو طلعت لفوق هو ده اسمه ارتجاع المريء ساعتها المريء ده مش مؤهل انه يتحمل هذا الحمض فلو وصل له الحمض يحصل له الام التهابات يبتدي العيان يشتكي من اعراض ارتجاع المريء ايه هي الاعراض اللي هي اللي هو يعني يعني بتتقال اللي هو حرقان في فم المعده او الم في الصدر بعد الاكل يحس ان في حرقان او حاجه حراقه طالعه على الصدر في المريء ده اشهر سبب او اشهر اعراض بتيجي للمريض طب يجي ايه تاني قالك لك والله ان المعده بتفيض بما فيها لفوق يعني الحمض ده بيفيض لفوق يوصل للزور يعني يعمل الم في الزور يعمل الم في الاحبال الصوتيه يخش في الجيوب الانفيه يعمل التهاب في الجيوب الانفيه يا نهار ابيض يعني يوصل من المعده للجيوب الانفيه لغاية الأذن كمان إنه ممكن يجيله آلام في الأذن الداخلية أو الأذن بسبب ارتجاع المريء ممكن يعمل حساسية في الصدر كل دي أعراض ارتجاع المريء ولكن أكثرهم شيوعا هو الحرقان في فم المعدة بعد الأكل وده اللي بيخوفنا أكتر لأن للأسف هو ده بيتشابه مع لو لا قدر الله في يعني يبقى واحد يقول عندي حرقان في الصدر هنا ده بيتشابه مع الام الناس اللي عندهم لا قدر الله حاجات بالنسبه للقلب يعني ذبحه جلطه او اي حاجه زي كده بيبقى هو شكويته يقول في الاول بدايه الشكوى انه يعني بيقول حرقان في في الجزء ده تمام هو دي علشان كده احنا يعني بنوصي دايما ان اللي بيجي له الم في الصدر حتى لو كان هو متخيل ان هي ارتجاع في المريء لا لازم يتوجه للطبيب الاول يقول له اه دي ارتجاع مريء لان طبعا الفرق كبير جدا 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 ما بين ده وده بزبط. ده ليه علاج سريع ولايف سيفنج و... يعني يعني في... لو ما تلحقش, لو ما تلحقش طبعا لا قدر الله. الله الوفاة وطبعا ارتجاع المريء ده مرض يعني اه بيضايق ولكنه سهل العلاج وملوش اي مشاكل كبيره في المستقبل مجرد الالم اثناء الايه الارتجاع ده فقط طيب بالنسبه للتشخيص هل بنحتاج بقى يعني وسائل حديث زي المناظير وحاجه زي كده ولا مجرد التاريخ المرضي والهيستوري بتاع المريض هو اللي بيقول لنا والله احنا زي ما قلنا ان الاعراض بتاعه الارتجاع المريء الجزء اللي هو كلاسيكي اللي هو حرقان في المعده وليه علاقه بالاكل وبيزيد لما بوطي لقدام وهكذا ده بنبتدي له علاج اللي هو العلاج الايه بمجرد ان المريض يقول الاعراض الواضحه بتاعته م. امتى بنلجا للمناظير؟ طبعا هو المنظار هو التشخيصي بيلجا ليه بعد ما العيان يبتدي العلاج وما يجيبش نتيجه العلاج. لو فشل العلاج في انه يحقق لنا الراحه بعد بعد بدايته مباشره بنستنى فتره وبعد الفتره دي لو العيان ما استجابش بنبتدي نعمل المناظير او لو العيان جاي ببعض الام بعض علامات الخطر، ايه هي علامات الخطر؟ قيء مستمر، قيء دموي، نقص في الوزن، انيميا، ما بيستجبش للعلاج زي ما قلنا، ساعتها بنلجا لعمل المناظير التشخيصية علشان نتأكد ان ده ارتجاع مريئي مش حاجة تانية. طب هل دايما ارتجاع المريئ بيبقى مصاحب معاه التهابات وتقرحات؟ في المعدة وفم المعدة وحاجة زي كده ولا ممكن يبقى ارتجاع ومفيش التقرحات؟ اسئلتك جميلة ربنا يخليك يا رب يكرمك، طبعا الله يخليك هو حقيقي فعلا زي ما حضرتك بتقول النسبة الأكبر إن ما في حاجة خالص م. بيبقى مجرد إن المريء الجدار بتاع المريء عنده حساسية من الحمض فبي أول ما بتيجي عليه الحمض بيعمل انقباضات من غير تقرحات حتى م. فبيبتدي العيان يتألم نخش بالمنظار نلاقيه نورمال، ده انا مش عايز اقول لك ان 60% من الحالات كده ويمكن اكتر كمان، م. ان ان انا اخش بالمنظار الاقي المريء طبيعي ما فيهوش اي مشكله، امال الألم ده منين؟ من وجود الحمض الماده الكاويه على جدار غير مؤهل لده. طيب كده عرفنا اعراضه وتشخيص طبعا، العلاج بقى، ايه يعني احنا علاج الادويه الحديثه الجزء الاولاني اللي هو خلاص انت شخصته بالهستوري فرحت مديله العلاجات الاوليه اللي هي الحاجات اللي البسيطه. ايه بقى لو دخلنا في خطوة أكبر؟ تمام أقول لك أسرار، أول سر أكبر وأهم خطوة في العلاج هي نقص الوزن. لو العيان عنده نقص في وزن خصوصًا في منطقة البطن دهون عالية في البطن كرش يعني بمعنى أصح، لو خس من أسباب العلاج الكبيرة جدًا 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 إن العيان ده يخس، لأن أنا لما بخس بقلل الضغط جوة البطن. مم. فبقلل إن الحمض يرجع لفوق. حاجة ميكانيكية عادية بزة. خالص. الحاجات التانية اللي أنا ما باكلش وأنام هو طبعا أنا دلوقتي في الوضع مع الجاذبية فالحمض ما بيرجعش بينما لو وطيت له قدام أو نمت سطحي كده الحمض يرجع لورا طب إيه الحل قالك ما تاكلش وتنام يعني نقعد ساعتين تلاتة بعد آخر وجبة لا أكل ولا شرب قبل النوم سواء بننام بالظهر أو بننام بالليل ساعتين تلاتة وما يكونش فيها أي أكل الحاجة اللي بعد كده طبعا ما استجابناش ما ما لده ممكن نرفع ظهر السرير شويه بحيث ان احنا برضو نفس الحكايه ان الحمض ما يرجعش لفوق نفس الفكره كل الحاجات دي فشلت بنلجأ بقى للعلاج الدوائي العلاج الدوائي هو ايه المؤذي الحمض فبندي مثبطات الحموضه طبعا على مدار ال30 40 سنه اللي فاتوا ابتدى يظهر ادويه كتيره جدا جدا مثبطات للحموضه وما زال في اخر مثلا 3 4 سنين ظهر دواء جديد برضه للحموضه كلها بتصب في نقطه واحده ان هي تقلل افراز الحمض من المعده فبيقلل نسبه ارتجاع الحمض فبيقلل الالم وبيقلل الالتهابات وبيقلل التغيرات اللي ممكن تحصل في الخلايا نتيجه تعرضها للحمض فتره طويله طب وهل الادويه دي لو خدناها فترات طويله ما هو العيان ده عيان خلاص مزمن يعني اللي عنده ارتجاع مريء ده مش هيخف تمام. هل ادويه مثبطات الحمض دي لما تاخد فترات طويله سنين ايه يعني ليها سايد افكت او دروباك وحش الابحاث يعني الابحاث قالت اخر كلام قال لك احنا بناخد اللوست افكتيف دوز ان احنا بنبتدي بجرعه كبيره نقضي على المشكله ونبتدي نعمل تقليل للجرعه لغايه ما نصل لاقل جرعه بتحقق المطلوب, المطلوب. ان ما فيش الم, إن مفيش ألم ولا ارتجاع كل الدواء بص أي دواء في الدنيا ليه مشاكل، مفيش دواء يعني اللي بيقولك الدواء ملوش مشاكل ده ما ده خطأ. ليه مشاكل ولكن إحنا بن بن بنشوف الكوست بنفيت، أنا بستفيد إيه وبخسر إيه؟ طبعًا الفايدة كبيرة جدًا لأن أنا بقدر أعيش حياة طبيعية. الإرتجاع ده بيسبب ألم وبيسبب اه مشاكل كتيرة أوي في الحياة اليومية بتاعة المريض وخصوصًا إن هو مستمر. فطبعا الفايده اكبر كتير جدا جدا من الضرر المحتمل هو ضرر قليل بعض الحاجات زي مثلا ضعف في العظام بعض التهابات المعوية طبعا الحمض ده ربنا خلقه مش مش, مش لي شيء يعني طبعا خلقه سبحان الله ده خلقه علشان ينظف القناه الهضميه من الجراثيم والميكروبات ويعمل بالانس ما بين البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه طبعا احنا لما بنقلله بزياده بيعمل مشكله اكيد بيبقى نسبه تعرض المريض ده للنزلات المعويه اكتر شويه طبعا في مشاكل في هشاشه العظام عشان كده لسنه كبير يعني لو يقدر ما ياخدش الدواء بكميه كبيره لفتره طويله زي ما بقول لحضرتك اقل جرعه تحقق الغرض